إلى أخبارنا دولية، حيث انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء. وفاز شريف في التصويت البرلماني لمنصب رئيس الوزراء بعد حصوله على أكثر من 200 صوت، مستأنفا منصبه الذي كان يشغله حتى أغسطس الماضي عندما تم حل البرلمان قبل انتخابات الشهر الماضي. للمزيد معنا من اسلام اباد مراسل العربي بلال الاسطل، ارحب بك بلال. اذا فوز ثاني وباغلبيه مطلقه، ما هي ردود الفعل والخطوات المقبله؟ نعم وعد، بمناسبه هذه الانتخابات التي اجريت اليوم في البرلمان الباكستاني، وبطبيعه الحال هي لا تزال الجلسة مستمرة، إذ أن هناك الكثير من المعارضة داخل البرلمان، وخاصة من نواب حزب الإنصاف الباكستاني الذين يعارضون هذه الانتخابات ويقولون بأن الانتخابات برمتها هي انتخابات مزورة، وبالتالي لا يصح تنصيب رئيس الوزراء في مثل هذه الانتخابات. رئيس الوزراء الحالي هو شهباز شريف الذي حصل على توافق مبدئي من قبل الائتلاف الحكومي الذي تمكن في الفترة الأخيرة من تشكيله بعد صولات وجولات من المفاوضات السياسية بين حزبه، حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، وبين حزب الشعب الباكستاني الذي تعنت كثيرا لكنه في نهاية المطاف قبل بعد أن تم تقاسم السلطة في عدد من الأقاليم الباكستانية إضافة إلى الحكومة المركزية، إذ أننا سنرى في هذه الحكومة رئيسا لوزراء باكستان من حزب الرابطة الإسلامية، فيما سيكون الرئيس المقبل هو عاصف علي زرداري، وهو الرئيس أو رئيس حزب الشعب الباكستاني. وكذلك هناك أيضا تحالفات أخرى بدت وتبلورت حتى تتمكن هذه الحكومة من ممارسة مهامها بزعامة شهباز شريف الذي حصل اليوم على 201 من أصوات الناخبين في البرلمان الباكستاني، بينما حصل منافسه من حزب الإنصاف الباكستاني على 92 صوتا من مجموع الأصوات داخل البرلمان الباكستاني. لكن وعد، التحدي الأكبر يبقى أمام شهباز شريف أولا يكمن في الأزمة السياسية القائمة، إذ أن المعارضة لا تزال ترفض نتائج هذه الانتخابات، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأمن المواطنين وأثقلت كاهل المواطنين خلال الأشهر الماضية نتيجة الأزمة السياسية التي أدت إلى إخراج عمران خان من الحكومة وتولي شهباز شريف لحكومة انتقالية أفضت إلى هذه الانتخابات. إذن يمكن تلخيص المشهد وعد بأن شهباز شريف بالفعل قد فاز بكرسي رئاسة الوزراء من خلال اتفاقات أبرمت مع حزب الشعب الباكستاني مفادها أو تفيد بتقاسم السلطة بين الحزبين، لكن هناك تحديات كثيرة تنتظر شهباز شريف وتنتظر أيضا هذه الحكومة التي يصفها كثير من المتابعين هنا بأنها ستكون حكومة هشة، لأنها حكومة ائتلاف، وخاصة بين أكبر الأحزاب السياسية في البلاد. شكرا جزيلا لك مراسلنا في إسلام أباد بلال الأسطل.